لن أخسرك اليوم أيضا. همست ليلى بأذن السيد فيل، لعبتها التي عرضتها للبيع مع مجموعة ألعاب مستعملة على رصيف بمدينة إدلب بسوريا قبل عام. ممسكة بيد والدها وليس بلعبتها، خرجت ليلى مع 10 من أفراد أسرتها من منزلها. ركبوا سيارة الإسعاف، تركت وراءها ألعابها وثيابها التي تحب، هربت من صاروخ أحرق منزلها. في الوقت نفسه تقريبا خرج السيد فيل من منزله في اليونان بعد أن اشترى الطفل الذي كان يلعب به لعبة جديدة لتبدأ رحلته ضمن مجموعة من الألعاب عبر البحر بأحد صناديق الألعاب المستعملة المصدرة، حتى وصل إلى شواطئ تركيا ومن ثم دخل سوريا. رحلتان متشابهتان انتهت بهما على هذا الرصيف. لن أخسرك اليوم أيضا، همست ليلى بأذن السيد فيل، مع أنها بحاجة وعائلتها لهذا المبلغ لكنها تحبه.